مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ولقاء جديد يجمعنا بكم في اليوم نجتمع. حديث حول أسرار القرآن وأحاديث السنة. نقلب وإياكم عددا من القصص والموضوعات والآيات والأحاديث بصحبة ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم أخي سلطان وبالأخوة المشاهدين جميعا، بارك الله في الجميع. حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كنا في حلقات ماضية تحدثنا مع المشاهدين الكرام حول قصة موسى والخضر تحديدا في سورة الكهف. لا بد أن نستكمل الحديث عن القصص التي وردت في سورة الكهف، وتحديدا في مطلع السورة عندما أتت قصة أصحاب الكهف. قبل أن ندخل مع المشاهدين الكرام للحديث حول آيات هذه القصة، دعنا نتعرف مع المشاهدين الكرام على قصة أصحاب الكهف بشكل موجز حتى يتسنى لنا التعليق على آيات هذه القصة من سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد الكهف والغار، ورد في القرآن الغار وورد الكهف، ولها ثلاثة غيران وثلاث كهف في القرآن: كهف انتصار وكهف أنوار وكهف ثار. أما كهف الانتصار فهو لأصحاب الكهف، وكهف الأنوار الوحي في غار حراء، وكهف الثار هو غار ثور كما يقول الأدباء. هنا قصة أصحاب الكهف، قوم ملأ شباب عدتهم كما ذكر سبحانه وتعالى النص سبعة، فنشأوا في بيئة كانت في عهد ملك كافر بالله عز وجل، يمنع الديانة، يمنع التوجه لله، سجود له، العبودية، طاغوت، انحراف. فأحد من قدح في ذهنه بالفطرة أن هذا الكون كان يتفكر لا يكون له إله إلا الله سبحانه، أنه لا بد له من خالق. فقال لزميلي، قال: والله الذي وقع في نفسك وقع في نفسي. فجلس يتحدثان، فأتى ثالث قال: ما لكم؟ قال: تكتم علينا. قال فأخبرهم، قال: وأنا كذلك. حتى اكتملوا سبعة، قالوا: إن أظهرنا هذا الكلام أبدنا إبادة وسحقنا، ماذا نفعل؟ قال: دعونا نذهب على وجوهنا ونخرج من هذه القرية التي عصت علي الله ولا تعرف الله، وقرية يعني مدينة مظلمة، مدينة موحشة، يعني كل عالم وكل مدينة وكل حضارة ليس في اسم الله ولا الإيمان به طبعا معرضة عن منهج الله، منحرفة مظلمة. تواعدوا، قالوا: نذهب على وجوهنا إلى غار أو كهف أو ملجأ في الجبل، والله سبحانه وتعالى يكتب لنا شيء، يعني حلها حلال. فذهبوا وتواعدوا، ضاقت بهم الدنيا ما رحبت. شوف إنسان إذا قدح فيه الإيمان يرى كل شيء موحش، تصور كفر وفسق وفجور ولا إله إلا الله ولا عبودية. وفي أثناء الطريق وهم يمشون إلى الجبل ويزحفون لحق بهم كلب فمشى معهم، يعني تعرف الكلاب فيها فضول، أثار الفضول فدخل، فمشى فوصلوا إلى هذا الكهف. ولما دخلوا فيه، حكمة من الله وهو سبحانه وتعالى يحفظهم ويرعاهم ويتولاهم، دخلوا الكهف، قالوا: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الكلمة الآسرة، الدعوة الكافية الشافية المانعة. فألقى الله النوم عليهم، ناموا الفترة التي سوف نأخذها كلمة كلمة وجملة جملة. وبعد فترة طبعا اكتشفوا بالعملة لما أرسلوا واستيقظوا، كما تعرف أنهم استيقظوا بعد 309 سنوات بقوا في الكهف. بقوا في الكهف. طبعا حيثيات القصة طويلة، لأنه سبحانه وتعالى ضرب على أذانهم في الكهف حتى يعني لا يسمعون أصوات الضج، حتى يكونهم هاني، يقلبهم سبحانه حتى لا تأكلهم الأرض، تدخل عليهم الشمس حتى لا يعفنوا أجسامهم، عناية ربانية. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمانوا. فهذه الليلة كانت يعني قصدي قصة الغار أجمل قصة. تقول الشريف الرضي: يا قصة الغار هل عدت ثانية؟ سكى زمانك هطال من الديم. هنا استيقظوا وإذا هم جائعون، ولأن الله أراد يبني من هذه القصة حدثا ومشروعا ربانيا ودعوة ورسالة. قالوا: نريد طعاما. قالوا: أجل، أعطونا من الدراهم. الدراهم من 309 سنوات في عهد يمكن الملك السابع ولا الثامن الذي مر في التاريخ. قالوا لهم حتى نقول محتاطين، قالوا: لا يدرون أهل المدينة، يسمون أعمامهم وأخوالهم باقين، والناس اللي يتلطف يمشي بهدوء ولا يشتبك مع أحد ولا يختصم، بعدين يسألون فين. حتى وصل إلى الفران والخباز، كشف لهم العملة، انتشر في السوق الحديث، وصل إلى السلطان، أتت المفاجأة، ذهبوا إلى الغار مع السلطان واكتشفوا. ولما دخلوا ألقى الله عليهم الموت النهائي، وبنوا عليهم
مسجدا كما في القصة سوف يأتي معنا هذا كله. هذا بإيجاز جميل. لكن بشكل عام فضيلة الشيخ كيف صورها القرآن؟ يعني ما المدى البلاغي الذي صور فيها القرآن قصة هؤلاء؟ الآن سندخل بشكل عجيب، حتى مدخل القصة كان عجيب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أنا معك يعني هذا أن ندخل مختلف. في القصة صدقت معك أن ندخل في القصة، وأنا أجيب على سؤالك أخي سلطان، ما ظنك بمن خلق السماوات والأرض وأبدع الإنسان وأكمل الشرائع إذا تكلم جل في علاه عن قصة؟ حتى مدخل القصة يقول جل في علاه وهو سبحانه في أول السورة تحدث عن كتابه سبحانه وتعالى وعن إنزاله وعنه هداية للعالمين وعن جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين واليوم الآخر، ثم فجأة أم حسبت. وهذا سبحان الله المفاجآت في القرآن، أن ينقلك من حقل إلى حقل ومن بستان إلى بستان ومن حديقة إلى حديقة، أمر مذهل. حتى بعض العلماء يقول انزع من ذهنك كل تصور لفهرسة القرآن أو توبيب القرآن، لم يأتي على الكتب البشر الأبواب والفصول، ولم يأتي على الفقرات، ولم يأتي على المقامات، شيء مذهل. بينما أنت في قصة وإذا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، أنت في الحديقة وإذا هم على القضاء والحكم، أنت في كلام على الأسرة وإذا هو في الحرب والسلم. فسبحان من أنزله. يقول هنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول هل تظن أن قصة أهل الكهف على أنها أعجوبة وعنها فيها شيء من الإعجاز وشيء من الغرابة أنها يعني من أعجب من قصصنا؟ لا، لنا قصص أعجب وآيات أعجب وأعجب وأغرب وأغرب، بل هي سهلة في عالم القدرة. لا تظن أن كل شيء تراك ولو تعجبت منها وانذهلت منها ترى في أدهش وأكثر ذهولا وأكثر روعة من هذه القصة. هذا كأنها رسالة لغير المصدقين أو غير المؤمنين. نعم، هي توطئة ليدخل في القصة، يقول سوف تهولك القصة ولكن لكن لا تعجب منها. لا تعجب، قدرة الله أعظم وأجل وأعظم. يقول في جانب القدرة مثل لله المثل على بتحدث بشيء، يقول لا تظن أن هذا في فروسية فلان اللي بحدث، ترى جاله قصصا أعظم وأعظم. فإن كان فإن يكون الفعل، يقول المتنبي، فإن يكون الفعل الذي سر واحد ساء واحد فأفعاله التي تسر ألوفه. وهذه من يعني سبحان الله من عظمة الله عز وجل أنه يسخر ما يخلق سبحانه وتعالى أحيانا ليبين عظمته سبحانه وتعالى في الكون، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب بعدها القرآن قال إذ أوى الفتية، الفتية هم الذي ذكرتهم قبل قليل، هم الشبان الذين هربوا من بلدة الملك الكافر. قال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يعني بعد ما آووا وذهبوا إلى المأوى انطلقوا مباشرة فقالوا ربنا. جميل. هو شوف الآن أتت الكلمة هنا إذ أوى، الإيواء هو طلب الثواء وطلب الرحمة وطلب العطف. ألم يتك يتيما فآوى هنا أوى، لما قال دخل لا يأتي بها، لم يقل دخل الفتية الكهف ولا سكن ولا قصد ولا سكن، أوى. يريدنا المأوى، فيها رعاية وفيها لطف من الله سبحانه، كأنهم أيتام في المجتمع أتوا إلى هذا ليلتجوا فيه. قال الفتية هنا هم شباب، والشباب دائما هم أقبل الحق وأكثر لطلب الحقيقة وسعيا لها، ولذلك في بعض أكثر الصحابة كانوا شبابا كما تعرف. هنا قال ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. أبلغ دعاء أن تطلب الرحمة من الله، لأنه إذا رحمك الله أصلح لك الظاهر والباطن، وهي أجمع كلمة يمكن أن تستخدم في هذا، رحمة. ولم يخصص، ولم يقول طعاما أو سكنا أو مأوى أو نصرة، فرحمة. ما الأعجوبة في الرحمة؟ حتى في قصة الخضر آتيناه من لدنا رحمة، هي الرحمة وهنا رحمة. رحمة أعظم من أعظم صفات الله التي بشرنا فيها بالقرآن بأنه الرحمن الرحيم، حتى جت في أول القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يذكرك أنه الرحمن الرحيم. ورحمته سبحانه وسعت السماوات والأرض، حتى أن الكتاب الذي عنده سبحانه على العرش كما في الصحيح، الذي كتب عند العرش، شوف لنفاسته مكتوب عند العرش، وكتبه ربي كما في الترمذي بيده، أن رحمتي سبقت غضبي. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم. هنا قال وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، سهل لنا صوابا من أمرنا وأخرجنا مخرجا جميلا. كانوا في دائرة، في اضطراب، في حيرة، يعني في مصيبة. خرجوا الآن، تصور، يخرجون من المدينة، من الدولة، من الأمة، يريدون دينا، يريدون اتجاها، يقول ما ندري، أنت عندك الرشد فارشدنا. جميل. بعدها قال الله عز وجل مباشرة بعد دعائهم
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين. نعم، هنا فضربنا على آذانهم هو سد المنافذ تماما حتى حماية. لا يسمعوا حماية حتى يكونون في نوم عميق جدا. يقول إنه يقول إن الأذن دائما هي المنفذ للصوت، حتى أن الذي يستغرق في نومه، حتى ورد في الصحيحين قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، لأنه ما سمع شيء، حتى الأذان ما سمع شيء يعني. فهذا البلاغ، لأن يقول حتى علم الأطباء يقول إذا بقي للصوت منفذا لأذنك فلن ترتاح، ولذلك بعضهم الآن يجعل قطنا في أذنه إذا حتى ينام. حتى ينام. الله يقول فضربنا بهذا اللفظ، والضرب هو سلوك منافذ الصوت والصجة والضجة وكل حدث إلى الأذن على آذانهم، لأن الآذان هي مصدر الإزعاج ومصدر وصول الصوت، فهو سبحانه ينمهم تماما، حتى مهما حصل في العالم لو يصلح بركان ولا زلزال لا يحذرهم أي إزعاج. سنين عددا. لكن قبل يا شيخ، العجيب أنه بعد الدعوة مباشرة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا مباشرة. شوف، النوم هو رحمة، إذ يغشيكم النعاس أمنة من، إذا جاك هم كاد يقتلك ثم نمت انتهى الموضوع، تبدأ في عالم ثاني، هم في اضطراب وفي حيرة وهم وكدر خوف. ونكد، فكان أحسن حل أن ينيمهم الله، فإذا العناية كما هو سلف، العناية لحفظك عيون ننفى الحوادث كلهن أمانه، حتى يصفون الذيب يقول ينام بإحدى مقلتيه ويتكي بإحدى المنائف فهو يقظان نائمه. شبيب بن يزيد الخارجي أشجع من وجد في عصر الحجاج على الإطلاق، كان ينعس وهو يقاتل، قالوا من صلابة قلبه ينعس. يقول طلحة في الصحيح في أحد أصابنا النعاس حتى سقط يدي السيف من يدي مرات من أمنة، وهو يشاهد الرؤوس تتطاير أمامه والدماء تسيل والأرواح حرب ويسقط السيف يقول من النعاس، وقال سبحانه إذ يغشيكم النعاس أمنة من حتى تسكن قلوبكم، فالله رحمهم بالنوم. ولهذا يقول أحد الشعراء يبكي هيامه ووله عشق شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا، وذاك بأن النوم يغشى عيونهم يقينا ولا أغشى لنا النوم أعينا. فويسكي من قلة النوم قد بكى الشعراء من قلة النوم ومن شروده ومن ذهابه، وصار عنده مصيبة يا شيخ في هذا الأمر، حتى يقول لا أسأل الله تغييرا لما فعلت، نامت وقد أسهرت عيني عيناها، فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها. وقال السلمي ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، في الطول والطول طوبى لي لو اعتدل، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلا وإن جاءت به بخيلا. هنا قال فضربنا على أذان في الكهف سنين عددا. لم يسمي السنين لأنه سوف يخبرنا بها، ومن روعة القصة أنك لا تخبر بكل التفاصيل في البداية، بالتفاصيل خلها هي عامة، ويسمونها الحبكة القصية ويسمونها الرمزية والستر في القصة حتى لا تظهر شخوصها وأرقامها ونتائجها، يستحثك لقراءة ما بعدها لتتعرف على وجل الله سبحانه الذي أنزل هذا الكتاب. نعم. بعدها قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا، كأنهم أموات، بعثهم سبحانه وتعالى، هذا في أول القصة، بعثهم سبحانه من رقدتهم الطويلة التي دامت أكثر من 309 سنوات طبعا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قالوا الحزبين، من الذي يعرف كم مدة بقائهم؟ هل هم أهل المدينة التي سوف خرجوا منها أم هم أنفسهم سوف يعرفون؟ لا هؤلاء عرفوا ولا أولئك عرفوا ولا يعلم إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فلذلك قال بعدها نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هنا يقول تولى الله قصة القصة، لأن انقطعت الأخبار الأرضية والسماوية، فلا يوجد مصدر موثق ولا معلومة تجي قال نحن نقص، يقول ترك الموضوع لنا نحن نقص عليك، ونحن هنا للتعظيم والتوثيق والمدح له سبحانه وتعالى. يرد في القرآن نحن وإنا وأنا، فأنا في التوحيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وفي التعظيم بالجمع عند مصدر نعمة قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعند التوثيق وعند مصدر القوة قال نحن نقص عليك، هذا من الألفاظ التي تضاف إليه سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نعم، لأن في أنباء تقص ليست بالحق، أما نبأ الله فهو حق، ذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا يمكن أن تأتي قصة أبدا إلا هو حق من الله سبحانه وتعالى، يعني الروايات والإسرائيليات والخزعبلات لا تأتي أبدا، إنما هنا الحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم قال سبحانه والسبب، هذا إذا استطعت تجعل عنوان القصة أو مدح لها
أو ما يسمى في الأدب بيت القصيد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لم يتحدث عن قبائلهم ولا علوانهم ولا أنسابهم ولا بطاقاتهم الشخصية ولا أعمارهم. إن من أعظم ما يمكن يحمله الفتية الآن رجال ونساء فتية إنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا في مسألة إيمانية، آمنوا بربهم، هذا المقصد العظيم من خلق الكون. وأنا أقول بالمناسبة للدعاء والطلاب والخطباء، يا إخواني اختصروا للناس ما هو المقصود من الدعوة، نضرب يمين ونضرب شمال ونعطيهم ندور. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاعلم أنه لا إله إلا الله، الإيمان به سبحانه. مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال ما نعرضه في هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. في اليوم نجتمع مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد القريم. مساء الخير شيخ مرة أخرى. مساك الله بالرضا، أهلا وسهلا. كنا نتحدث قبل الفاصل في حديث حول قصة أصحاب الكهف، وتوقفنا حينما قال الله عز وجل: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وصلنا إلى الفتية الآن، هم يتكلمون عن التوحيد وعن ماذا أخرجهم، وإذا هم أعلنوا الوحدانية لله والإيمان به، ثم لابد مع التحلية من تخلية. الآن أصبحوا دعاة وأصبحوا وعاظ وأصبحوا أهل رسالة، وانقلبوا إلى حياة جديدة ملؤها الإيمان به سبحانه وتعالى، حتى أصبحوا ينكرون على قومهم. آمنوا بالله وحدوا، ثم قال: هؤلاء قوم أهل المدينة والحضارة الذين هربوا منهم. قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هذا أعظم ذنب عند الله، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم جريمة في التاريخ. يقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شيء مذهل فوق ما يتصور البشر. هذه رسالتهم. لم يتكلموا الآن في فضائل وفي المحسنات، تطويل الثياب، في اللحية، في السواك، مسألة العالم، الرسالة العالمية. الآن قال: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه حجة بسلطان بين. يقول آلهة وأصلا ما عندهم حجة باطنة ولا عندهم دليل على هذه الآلة اللي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد في العالم أظلم ممن اتخذ مع الله إلها آخر أو افترى أو كذب على البشر وقال أنه إله من دون الله، أو أن الكوكب إله، أو النجم، أو الشيخ، أو الولي، أو الضريح. هذا أكبر فجور في العالم. حتى يقول أبو ذر: يا رسول الله، ما أعظم الذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم جريمة في العالم. ولذلك جعل الله الشرك صب عليه جام الغضب واللعنة وتوعدهم بالعذاب والطرد من رحمة الله. فأعظم ذنب الشرك، وأعظم طاعة له التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك الشيخ الإمام مجد محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال: باب ما يكفر به من التوحيد، يعني ما يكفره من الذنوب، باب التوحيد وما يكفره من الذنوب. لأنه أعظم كفارة وأعظم طهارة وأعظم عمل نتقدم به إلى ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله جعلنا موحدين أحياء وأمواتا. آمين يا رب. بعدها القرآن قال كأنه يصف حالهم: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. اعتزلتموهم، هنا وقفة مع يعني عزل الروحية والشعورية. حينما تضيق بك الدنيا وتجد الأنكاد وتجد الأحزان، تجد إلى اللجأ إلى كنف الله والابتعاد عن العالم، حتى يقول أحد هذا تأبط شرا: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. فكان العظماء والأولياء والصالحون يلتجون إلى الله في كنف الله فيعتزلون. يقول: يا أخي، حتى تجد القاضي الأرجاني يقول: أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونما السرور، أدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور. وأنشدوا في ذلك، لأن الاعتزال مع الله، مع الكتاب، مع الإيمان خير من قرين السوء. يعني أكثر الناس إلا من رحم ربك أسرار وفجار. فإذا سلمت لهم عرضك ولسانك ووقتك دخلت معهم في متاهة. تجد الغيبة مع الخلطة إلا من رحم ربك، النميمة، الحسد، الرياء، الكبر، الاستهزاء، السخرية، ضياع الوقت، ضياع العمر. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما
يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعثه نبيا للعالم، حبب إليه العزلة بأبي أمه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في الصحيح البخاري حبب إليه الخلوة، فكان يخلو صلى الله عليه وسلم في غار حراء فيتعبد ويتفكر ويتحنث، فجاء هذا حل. ولذلك يقول إن المنتجين في التاريخ بدأوا حياتهم بشيء من التأمل في الخلوة. يقول أعطني إنسان أبدع في حياتي بمشروع كبير ولم يكن له حظ من الخلوة. يا أخي ابن خلدون ترى كتب في قلعة ألموت المقدمة في 5 أشهر، 5 أشهر ما شاف ما رأى أحد، التي المقدمة التي قلبت العالم، هذه مقدمة ابن خلدون. يقول فيها تومبي ما أنتج عقل بشري كمقدمة ابن خلدون، فعلها كذلك وغيره كثير. المبسوط للسرخسي كتبه في القبو، تحت الأرض، وغيره كثير. ابن تيمية 500 مجلد كتبها في السجن، فهذه العزلة. وإذا اعتزلتموه، وهناك ترى عزلة تستطيع، تسمها ابن القيم أن تعتزل بحضور الناس، يسمون المعاصرون العزلة الشعورية. أن تكون بقلبك أنت مع الناس لكن تسافر لله سبحانه وتعالى الدار الآخرة، تكون في المجلس لكنك تذكر الله سبحانه وتعالى، يكون عندك هم في استخدام الوقت، لأن أكثر الناس وين تطع أكثر من فرض؟ انظر المجالس، فوضى، كلام هذيان، كلام فارغ، كلام فاضي، كلام لا قيمة، كلام رخيص، كلام ليس هناك وحدة موضوعية ولا فائدة ولا آية ولا حديث، كل يدلي برأيه. هنا بعدها قال عز وجل وما يعبدون إلا الله. نعم، إذا اعتزلتموهم وكل الأصنام والآلة التي يعبدون إلا الله، أتيتم إلى الله سبحانه وتعالى الكهف، وجدتم الله سبحانه وتعالى، يعني ينشر لكم، وجدتم لطفه ورحمته سبحانه وتعالى، حين فأووا إلى الكهف ينشر لكم رب. اختيار لفظ ينشر، ينشر ينشر، ما قال يعطيكم يرزقكم، لا، ينشر ينشر هو العطاء بلا حد، نشر ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف أغاية البذل أن ينشر الله لك رحمته، فإذا نشر رحمته نشر لك العلم، ونشر لك ونشر لك الثناء الحسن، انتشار هكذا نشر. ولذلك يسمونه نشر الدعوة ونشر الرسالة، لأن أعظم عبارة في كثرة العطاء وكثرة السعة. قال ينشر لكم ربكم من رحمته، تعود الرحمة معنا دائما في هذه السورة وفي أغالب القرآن. فإذا كانت رحمة الله، أنا أقول أخي سلطان، الريح اليان أو الرياح إذا وجدت فيها رحمة الله صارت طيبة وبشرى ورخاء ولواك، هذه من أسماء في الرحمة، بشرى تتقدم على الغيث تبشر به في الديار، تبشر به. طيبة تتقدم على السفن فيتمشي تدفعها، رخاء تنزل حتى الركاب، ورخاء حتى الطائرة تكون مع رخاء وحتى الطيور، لواكح تأخذ الرمال وتلكح بها السحب، وتلكح الزهر بالزهر أو النبت بالنبت، يعني الثمار. انتهت الرحمة ما هي موجودة، انقلبت إلى ريح، صارت قاصف وعاصف وصر وصرصر وحاصب ودبور، كلها في القرآن. طيب قاصف قال إذا نزلت من فوق فضربت المراكب فهي قاصف، اسم القرآن. عاصف إذا دارت على الشيء ودمرته عاصف، حاصب إذا أخذت الحصباء والرمال وضربت به معها، صر إذا أتت بالريح الباردة التي تأخذ الثمار، صرصر إذا أتت بصوت لا عوي كعوي الذيب، دبور التي تأتي على غير مسار الريح وهي التي تأتي بالعقم وتأتي نعوذ بالله بالدمار، إلى غير ذلك. فشوف الرحمة كيف وجدت هنا، ووجدت الرحمة في العلم، إذا وجدت الرحمة في العلم، وإذا هو نفع ونصح ووعظ وإفادة وإرشاد وخير، نزع الرحمة. وإذا أعوذ بالله جور ورياء وسمعة، وهذا كله في القرآن وفي المال كذلك. بعد ما قال لهم الله عز وجل ينشر لكم ربكم من رحمته، قال ويهيئ لكم من أمركم مرفق. انظر كلمة ويهيئ، كأن الله كان يجهز لهم، الله يرتب لهم حياتهم ويهيئ تأييها، ولله المثل الأعلى، مثل ما تهيئ لابنك مسيرة حياته في زواجه ومستقبله ودراسته، فالله أعظم وأجل وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال من أمركم مرفقا، شيئا يرفق بكم، لأن الله رفيق يحب الرفق سبحانه. شيء مع هذه المصائب التي سوف تحصل، ولذلك رفق بهم. حتى إن يوسف مر بشيء بالرؤوس لما ضاعوا، وقال ادعون الديب أكله وضع في القليب وبيع في مصر، واتته مصيبة واتهم ودخل السجن، قال في الأخير إن ربي لطيف لما يشاء. يقول جرت علي كل المصائب ومع ذلك خرجت سليما معافى، يعني من لطفه سبحانه. هنا وهم في مصيبة وتركوا ديارهم وأهلهم وسكانهم، قال وحتى يرفق بكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بعدها الله عز وجل قال وترى الشمس إذا طلعت
تزاور كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يعني هذا التصوير، يعني دعنا نتخيله كمشهد، أنهم هم داخل الكهف الآن تحت رحمة الله، والله عز وجل يهيئ لهم من أمرهم برفقة. هذا الوصف القرآني للشمس، ما علاقة الشمس بوجودهم الآن ووجودهم في كنف رحمة الله عز وجل؟ أنا بالمناسبة بعض أهل العلم والسيارة يقول الرقيم هو في الأردن في عمان ضاحية، وأنا سجلت فيه برنامج أنوار الكهف ودخلت ورأيت النافذة كما يقول كثير منهم أهل السيارة وحتى علماء الآثار من الأردنيين وغيرهم. على كل حال، ما علاقة الشمس؟ سؤال خطير ومهم. لماذا الآن الله يصف لنا حالتهم داخل الغار؟ طبعا لا ينفذ إليهم في الغار نور طبعا، ولا يخرجون يمشون، والحياة سوف تستمر، يعني قصدي حالتهم في النوم هذا 309 فيحتاجون إلى الشمس، والشمس سوف تمنع الهشاشة العظام وتمنع التعفن وتطرد عنهم طبعا الجراثيم وغير، يعني تكلم حتى الأطباء شاركوا في هذه المسألة وأهل الإعجاز العلمي شاركوا في ذلك. فإذا الشمس نعمة، وإذا تغمرنا كل صباح، ولهذا تجد الشمس لانبهار العالم بها بعض الأقوام عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. حتى الهدهد أنكر، شوف الهدهد الذكي أنكر على بلقيس، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكانت الشمس عند الناس عجب، حتى أنهم يصفونها بالحسن وبالارتفاع وبالارتقاء. يقول قاسم الخطيم قبل الأنصار طبعا، كان جد لحد الأنصار من أبطالهم، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجمي. المقصود الشمس هنا الله جعلها تطلع عليهم، وهنا يقول تزاور يعني قرأ مثل ورش تزاور، يعني تميل ذات اليمين وذات الشمال، يعني في مدخل غريب هنا ذات اليمين وذا غربت تقرضهم ذات الشمال. إذا طلعت من الشرق أتت على جنوبهم على جنبهم الأيمن، فأعطتهم من الضوء الكفاية. فإذا أتت تغرب تعرف الغروب يعاكس أتى على اليسار الضوء، لا فلا يخرج اليوم إلا وقد امتلأ الجنب الأيمن نورا وضياء وإضاءة، واستفاد من شعاع الشمس والجنب الأيسر، ويقلبهم سبحانه وتعالى يمين ذات اليمين ذات الشمال، فيعيشون حياة مع العلم أنه ليس عندهم طعام ولا شراب ولكن في حالة نوم، ولكن الله سلط. شوف تهيئة ربانية، يقول إن من أطاع الله طوع له كل شيء، لأن الشمس بيد الله والريح بيد الله والمطر بيد الله، كل شيء بيد الله. أنا أقول في الأخير، يقول أحد الفلاسفة أنه سافر الكون واكتشف شيئا لا عظيم إلا الله، ما هناك عظيم يستاهل عظمة إلا هو سبحانه وتعالى. هنا لذلك بعدها قال الله عز وجل ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد. نعم، هي معجزات الباهرة سبحانه وتعالى من آيات الكبرى التي ينبغي أن يقف العقل عندها، ثم لا يستفيد من هذه الآيات إلا من يهدي الله. كم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم معرضون، يعني كثير من الناس حتى لو تناطحت الجبال بين أيديهم ما يمكن أن يستفيد من الآيات، مع العلم كل شيء في الكون يشير لعظمة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد، يعني الهداية الحقة، هداية التوفيق من الله، وهداية الدلالة من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه شوف هذه القواطع القرآنية التي لا يمكن تنسخ، منها أن من يضل الله لن تجد له وليا مرشدا. الله كتب على أحد الضلال لو تجمع له علماء العالم، ولذلك تجد بعض الدنيا لن أبدا تجد بعض الأشقياء الآن يسمع الآيات والأحاديث ومنكر، وتجده في غيه في ظلمه في فجوره. يعني بعض الناس يتوب يعني قصد يذنب ويعود، لكن هذا الغاوي المنحرف عن منهج السنة الشقي لا يمكن أن يستفيد أبدا. يا أخي ما أكبر من معجزة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ونزول القرآن، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حتى يصلي في الصف ومكذب ويرى أن الرسالة كلها ما هو بصحيح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بصحيح ويفتري في الدين. ماذا بعد هذا؟ يعني إنسان عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى المعجزات بعينيه وما وسمع له ورفض تماما رفض. فهذا كما قال سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يهدينا فلن تجد له وليا مرشدا. بعد قال الله عز وجل يرجع ويصف حالهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هنا وقفة، وتحسبهم وتحسبهم يقرأ هذا وهذا. تحسبهم أنت لو رأيتهم أيقاظا وهم رقود، يقولن عيون مفتحة سبحان ربي، تدخل عليهم وإذا هم يناظرون فيك وأنت تناظر فيهم، بعد العلم أنك تقول يا فلان سلام عليكم كيف الحال، لا صوت ولا صوت. نعم
فهذا وضرب على آذانهم لا يسمع تمام لا يسمعون صوتا ولا إزعاجا فهم في نوم عميق. مع ذلك قلنا أنه يختلف عن النوم عيونهم مفتحة. قال بعضهم يقول بعض أهل العلم أنه كانوا يدورون عيونهم يحركونها حتى لا يأتيها طبعا المرض. فتجدهم يعني ترى شيء مخيف حتى سوف يأتيك الآن لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولموليت منهم رعبا. تأتي إلى سبعة مطرحين مسدحين أمامك مضطجعين ويناظرون فيك كذا، فإذا نظرت فيهم نظروا فيك، فإذا ثم يصعدون فيك النظر ثم يرفعون النظر فيك ثم ينظرون إلى طرف الغار. شيء مذهل، تتحدث سنوات أكثر من 300 سنة، هذا مذهل. ولذلك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. بعد قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هنا ذكر حال قصة الكهف فوائد. أولا صحبة الأشراف تشرف صاحبها ولو كان كلبا، فإنه لما كان دنيئا ورخيصا هذا الكلب واصل النجس صاحبهم ذكر في القرآن. منها القوم لا يشقى بهم جليس، منها وفاء الكلب فكيف لا يفي الناس لأصحابهم، فإنه لما صاحبهم جعل الموت موت أتى الموت معهم وليقضى معهم. ومنها أدب الحارس فإنه ما دخل معهم الغار بل بقي بالوصيد يحرسهم. ولذلك أبو داود روى بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهنا لأن لا تدخل، لأنه لو دخل الكلب منع دخول الملائكة فبقي بالبصير. وهنا قلبهم باسط، شوف الوصف الدقيق بهذا الجمال كأنه تصوير، تصوير حتى صور في ترى في رسائل عالمية رأيت أنا روايات عالمية عن الكهف. كان حكيم الحكيم له أصحاب الكهف، توفيق الحكيم له أصحاب الكهف، فجعلوا منها فيلما عالميا فصوروا بالرسام صور هذا. هنا الشاهد وكلب باص ذراعيه بالوسيط. الكلب ذكر في القرآن ذما وذكر خلقا وذكر وصفا. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى لما ذكر صاحب الشك نعوذ بالله قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. وذكر في الصيد طبعا أحكام الصيد مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله. ولذلك العلم إذا دخل حتى في الكلاب ينفع. يقول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله وميز الله حتى في البهائم ماء منها يعلم عن باغ ومغتشم. فالكلب المعلم صيده حرام والكلب الجاهل صيده حلال. الكلب المعلم صيده حلال صيده حلال والكلب الجاهل صيده حرام. صيد حرام. فكيف بالإنسان إذا رفع الكلب بالعلم أيضا بالعلم. فالعلم رفعت به النملة في القرآن ذكرت العلم الهدهد مدح به الكلب مدح مكلبين تعلمونهم. وذكر هنا وصفا فإنه كان وفيا وما دخل الغار وصاحبهم. وتجد يقول حافظ يقول شوقي وودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيع الإنسان والكلب حافظه. في توري يشير الحافظ إبراهيم على كل حال. لكن هذا قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وصف ولملئت منهم رعبا يعني كأن الرعب يملأ هذا الإنسان الذي كأنه إناء. الفرار للأجسام والرعب للقلوب. فجاء يقول لو أنك اطلعت ورأيت أنت لو حضرت القصة. وهذا الذي خلق سبحانه يخبرنا تفر ويمتلئ قلبك رعبا من المشهد. أنا أقول لكم تخيلوا في غار مظلم تدخل عليهم وهم يدورون عيونهم فيك لا يتحدثون ويلتفتون فيك تتحدث وكلهم ينظر إليك تشير ينظر إلى إشارتك. شيء مذهل جميل. طيب فضل الشيخ لم يتبقى معنا مزيد من الوقت في هذه الحلقة لكن القصة لم تنتهي ولا معالجة القرآن وطرحه لهذه القصة من خلال الآيات انتهت. أتمنى أن تكون معنا في الحلقة القادمة للحديث بشكل أوسع حول قصة أصحاب الكهف. شكرا لك فضل الشيخ. ثابكم الله ولكم الشكر والإخوة المشاهدين جميعا. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نستمر في الحديث عن قصة أصحاب الكهف في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.